منافسة في رياضة الكرة الحديدية، مبادرة قامت بتنظيمها جمعية الفجر للمصابين بداء السرطان في بلدية الدويرة بأعالي العاصمة، قصد تحسيس المجتمع بفئة تعاني في صمت من جهة، وإحياء لذكرى وفاة أحد اللاعبين بما يسمى المرض الخبيث من جهة أخرى. مقدم عمر ستان أونسيان جوار في ليبول، بلس كان عنده ان كونسير في البروستات، دونك سي بور سا أون شوازي لو تورنوا تاع ليبول. À travers ce tournoi, on va passer le message à l'association Fajr. نعرفوا بها جماعة تاع دويرة وبلدية دويرة تاع كاع اللي ما يعرفوش لاسوساسيون فجر اللي تاكتيفي وتنشط لصالح مرضى سرطان. مبادرة جمعية الفجر لاقت استحسانا كبيرا لدى اللاعبين. جات المناسبة وين عرفنا بلي كان هذه الجمعية ويا والميساج اللي حكوه كاع للناس اللي راهم واللي يقدر يعاونهم. باسكو هذا الامر كيما يقول لك اي انسان مبلي طلبوا من يزيدوا باش يزيدوا لهذه لي تورنوا هذو يزيدوا يواصلوا. عمليات تحسيسيه اخرى ضمن برنامج الجمعيه وتحقيقها مرهون بمساعدات المحسنين ودعم الجهات المختصه. لو ميديكامو تاع لي مرض هذه رانا بليس دو 60 مليون دونك حنا ما دخلناش درهم تاع 60 مليون عندنا دوطر كاين لو بيرو ناسيونال اللي راه يدعم فينا حنا ماذا بينا الناس كاع اللي يعرفوني كي قدمنا الفرق تعاون امارات دونك حنا واش رانا نديرو كاع حنا بول مومون حنا رانا نروحو للناس هذو باش نجيبو تبرعات. احصت جمعيه الفجر اكثر من 50 حاله اصابه بداء السرطان بالدويره وذلك في غضون 3 أشهر فقط، رقم مرشح للارتفاع ليبقى التحسيس والتوعيه عاملان كفيلان للحيلوله دون ذلك.